السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في كل مكان. طبعا في ناس كتير ما تعرفش فكرة الفلتر بتاع المية، او في ناس شايفة ان هو ملوش لازمة، بس انت لما يعيب معاك في الشغل وتلاقي مثلا يحصل معاك مشكلة، لو وقعت مية وقعت في وسط ضلفة او حاجة انت تعبت فيها، طبعا بتبوظ منك وبتزعلك. الفلتر ده كله تمنه يعني حوالي من 80 ل 120، مبيزيدش عن كده. تمام، موجود في كل محلات العدد وفي شارع الجمهورية، وفيه العداد بتاعه اللي هو الأمبير. طريقة الفلتر ده يا جماعة تركيبه سهلة جدا. اللي بتركب الفلتر بس لازم تسحب الزرار الأسمر ده لفوق، ولما بتلفه يمين كده بيزود معاك ضغط الهواء، تلفه شمال بيقلل الضغط، بيبقى هو جاي عليه السهم بتاعه، السهم اللي هو يبقى بيديلك الهواء اللي طالع والهواء اللي داخل. يعني انت هتركبه السهم هيبقى اتجاه الخرطوم اتجاه المسدس، والناحية التانية هتبقى في الكمبروسة. ممكن تركبه مباشر على الخزان على طول، وممكن تعمل له وصلة صغيرة زي اللي احنا عاملينها ديت. ادي وصلة هي جاية من الخزان مباشر داخل عليه. انا طبعا ما بفضلش انت تركب على المنظم اللي هو بقى جاي في الكمبروسة، لان ضغطه بيبقى ضعيف. وبرضه لو عاوز تزود ضغطه معاك، ده السكس بلف اللي تحت ده اللي بتطلع منه الميه، او انت لما بتفصل كده كده السكس بلف ده بينزل الميه لوحده اوتوماتيك. اهو ده الخرطوم اللي طالع رايح المسدس، والخرطوم الاحمر ده اللي داخل الكمبروسه، والامبير طبعا ده بيجيب لك كميه الهواء اللي في الكمبروسه اللي هي عندها بيفصل او بيشتغل. طبعا دي طريقة بسيطة جدا، انا عامله كده بحيث ان هو لو اتخبط ولا حاجة ما ينكسرش، لان لو ثبته في الكمبروسر على طول ممكن اي خبطة تزعله. زي ما قلنا اهم حاجة تسحب الزرار ده لفوق، لان الزرار هو غاطس بالذات، هو لسه جاي جديد ما بيبانش اصلا ان فيه زرار، وفي ناس كتير جابته وهو ما تعرفش حركة زي كده وكانت هتكسر الفلتر. فانت لازم تسحبه لفوق كده، وبعدين تلفه يمين او شمال على حسب الضغط اللي انت عاوزه، بس ما تنكش تلف اليمين كتير قوي لان هينكسر من جوه. والسكس بلف ده في الاخر لو المايه اللي اتخزنت عايز تطلعها بتقوم ضغط عليه ينزل المايه اللي فيه كلها، او انت لما بتخلص والهواء بيقل من الخرطوم ويقل على السكس بلف ده فبيروح منزل المايه لوحده. طبعا ده بيقلل المايه ان هي ما توصلش للمسدس علشان ما يطلعش معاك في البوهيه. فطبعا الفكرة مطروحة، وطريقة التثبيت هترجع لك انت بقى في الاول وفي الاخر، سواء كنت بالكمبرسر بتاعك متحرك، سواء كنت في ورشة. يعني لو في ورشة ممكن تخليه ثابت وتثبته بافضل من كده، طالما الكمبرسر مش هيتشال او هيتحط، او مثلا حجم الكمبرسر كبير. يعني لو مثلا حجم الكمبرسر 300 لتر 400 لتر او اكتر من 50 لتر، يفضل انت تثبته تثبيت افضل من كده.